أمام ما يتعرض له إخواننا في غزة المحاصرة من مجازر وإبادة جماعية منذ 7 أكتوبر، أمام صمت أممي مقيت وخذلان عربي مخز وفاضح، نظمت جمعية المعالي للعلوم والتربية ندوة علمائية بعنوان أنصر أقصاك بدار الثقافة التخي عبد الله بن كريو بولاية الأغواط. بمناسبة الحملة الدعوية 7 علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترنا لهذه السنة شعار أنصر أقصاك، وسبحان الله توافقت مع الذكرى الأولى لطوفان الأقصى ومع ذكرى الثورة التحريرية المباركة، ونحن نقول بأنه لا طريق لتحرير فلسطين إلا طريق الجزائر في التحرير. في هذه القوافل الدعوية التي نظمها في العديد من الولايات، وكما تكلمنا في ولاية الأغواط، نذكر بمعاني نصرة الأقصى وبمعاني خدمة إخواننا في معركة طوفان الأقصى، ونربط هذا بالثورة التحريرية المباركة، لأن الجزائر ملهمة في ثورتها وفي تاريخها وفي جهادها. الهدف الأكبر تاع صفقة القرن قتل القضية. المشاركون في هذه الندوة تحدثوا عن ضرورة حشد الهمم وطاقات الأمة وتوجيه بوصلتها نحو القضية المركزية، القضية الفلسطينية، وطالبوا الأمة العربية بضرورة الاستفاقة والتحرك أمام ما يجري في المسجد الأقصى من انتهاكات واقتحامات وتدنيس. هذا لقاء من أجل نصرة الأقصى، من أجل الوقوف مع إخواننا الفلسطينيين، هذا واجب علينا في إطار هذه الحملة الدعوية التوعوية التي تطوف ببلادنا من أجل جمع شمل الأمة الإسلامية وجمع الكلمة، من أجل أن ننصر أقصانا ومن أجل أن نحافظ على كيان الأمة الإسلامية أمام التحديات العالمية والتحدي الذي يخص القضية المركزية للأمة الإسلامية ألا وهي قضية فلسطين. نلتقي في هذا الملتقى وهو ملتقى طوفان الأقصى والمتزامن مع يوم ثورة نوفمبر المجيدة المظفرة، والتي ما زال يستسقي منها رجال غزة ورجال فلسطين ويأخذون منها العبر، فإن شاء الله تبارك وتعالى مع جلة من أهل العلم وفضلاء الأغواط ومشايخ الجزائر سنشحذ الهمم وبإذن الله نرفع راية الأقصى. أريد أن أتبرع بالمال، ولكن إلى أين؟ ها هي جمعية البركة. هي رسالة حشد الجهود من أجل معركة التحرير وإعطاء أهمية قصوى لمعركة الوعي الفكري الذي يجتاح العالم حول الكيان المحتل والأنظمة الداعمة له في جرائمه واحتلاله.